تقارب في العلاقات الاقتصادية بين كل من روسيا والصين في الوقت الذي تتوتر فيه العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين روسيا والغرب نتيجة طبعا الحديث حول غزو روسيا لأوكرانيا. لماذا شهدنا هذا التقارب؟ ما هي تفاصيل هذه الاتفاقيات الاقتصادية وتحديدا في قطاع النفط والغاز التي تم توقيعها بين كل من روسيا والصين، وكيف سيتم أو كيف ستؤثر على كل من الجانبين؟ بداية، نحن نتحدث عن صفقات نفط وغاز بين روسيا والصين من جهة أخرى. حجم الصفقات يصل ل 117.5 مليار دولار، عقد جديد لتوريد 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، وبالتالي هذا الجزء يخص شركة غازبروم، ولدينا أيضا الجزء الذي يخص شركة روزنفت الروسية، وهو ب 100 مليون طن من النفط الذي سيتم تمريره من روسيا إلى الصين سي إن بي سي عبر كازاخستان على مدى العشر سنوات القادمة. طبعا أريد التوقف فقط هنا على موضوع هذه العقود التي يتم الحديث عنها. العقد ما بين شركة غاز بروم وبين الصين سيكون مفيد لكل من الطرف الروسي والطرف الصيني. سيفيد الطرف الصيني بحكم أنه أرخص من لجوء الصين إلى استيراد ما يعرف بالـ LNG أو الغاز الطبيعي المسال، وسأيضا يفيد شركة غاز بروم، وخصوصا بأنها تتوقع أساسا ارتفاع الطلب القادم من الصين على غاز بقرابة 50% حتى العام 2030، بينما تتوقع انكماش الطلب من المنطقة الأوروبية بحدود 5%، مع العلم بأنها طبعا روسيا تعتبر المورد الأول بالنسبة للغاز للمنطقة الأوروبية. أوروبا تعتمد على الغاز الروسي بأكثر من 40%. الشراكة الخاصة ما بين روسيا والصين بما يتعلق بالغاز ستبدأ في الفترة القادمة. تم توقيع على هذه الصفقة. مبيعات الغاز المتوقعة تقدر ب 37.5 مليار دولار، والهدف هو زيادة صادرات الغاز للصين. ما الذي سيعني ذلك بالنسبة للغاز الروسي المتجه لأوروبا؟ لا نعلم حتى الآن، وخصوصا بأنه لدينا تفاوت ما بين ما تصرح به شركة غازبروم تجاه التزامها بالعقود الخاصة بالمنطقة الأوروبية، تجاه الأرقام التي تظهر تراجع في حجم الصادرات الروسية من الغاز إلى المنطقة الأوروبية. طبعا هناك الكثير من الأسباب جراء أو نتيجة هذا التراجع، ولكن لن نخوض فيها الآن. سنركز بشكل أكبر أيضا عن تأثير هذه الاتفاقيات على الروبل الروسي، والذي صعد بأكثر من نقطة مئوية واحدة بعد الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقيات. لا ننسى بأن الأزمة السياسية الدبلوماسية ما بين روسيا وأيضا أوكرانيا والحديث حول التدخل الروسي في أوكرانيا كان قد أفقد الروبل الروسي وتسبب في تراجعات عنيفة عليه خلال شهر يناير، بينما مع هذه الاتفاقيات شهدنا ارتفاعات على أسهم كل من غازبروم وأيضا روزنفت بقرابة 3.2% و1.5%. كيف هي طبيعة العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين؟ نتحدث عن مستوى قياسي للتجارة مع الصين إذا ما قارنا ما بين أرقام 2020 و2021 والتي ارتفعت ل 146 مليار دولار. روسيا هي مصدر رئيسي للنفط والفحم والغاز إلى الصين. اليوم الحكومة الروسية تعمل على اعتبار هذا السوق سوق أساسي بالنسبة لها، لأن شركات مثل غازبروم تتوقع بأنه سيكون لدينا انكماش في الطلب الأوروبي على الغاز بقرابة 5% بحلول العام 2030. كيف سيتم تمرير هذا الغاز من روسيا إلى الصين؟ سيتم الاعتماد على خطوط مثل Power of Siberia، وخط جديد تحت مسمى Power of Siberia 2 سيتم استخدامه لتمرير الغاز من روسيا نحو الصين.